المحاضرة الخامسة يا شباب من مقرر الكيمياء العضوية التخليقية. في المحاضرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن المركبات العضوية الفلزية واستخداماتها في التخليق العضوي، وكنا تعرفنا عليها ايه هي المركبات العضوية الفلزية، التعريف بتاعها، وعرفنا ان هي المركبات اللي بيبقى فيها ربطة تساهمية ما بين ذرة الكربون و أحد الفلزات أو اللافلزات. المركبات العضوية المعدنية قلنا إن هي بتختلف عن المركبات التناسقية في إن دايما بتبقى الرابطة ما بين الكربون والفلز بتبقى رابطة مباشرة، بعكس المركبات التناسقية إن هي بتبقى دايما أو أغلبها بتبقى ما بين الذرات اللي هي الغير متجانسة زي النيتروجين والأكسجين والفلز. وعرفنا ايه هي التصنيفات بتاعة المركبات العضوية الفلزية وازاي بتصنف عامة والخواص العامة بتاعتها، واخدنا التسمية ازاي بتسمى. المحاضرة بتاعت النهاردة هتبقى حوالين طرق تحضير المركبات العضوية الفلزية. هناخد كده هنقسمهم على حسب نوع الفلز اللي موجود وازاي الطرق بتختلف من فلز للتاني على حسب الخواص بتاعته. اول حاجه اللي هي تحضير مركبات المغنيسيوم واللي هي المشهوره او المعروفه عندنا باسم كواشف جرينيارد. مركبات المغنيسيوم بتتحضر عن طريق تفاعل هاليد الالكايل مع الفلز بطريقه مباشره، تمام، وبيتم التفاعل ما بين الهاليد والفلز بطريقه مباشره او ما بين هاليد الالكايل، تمام، والفلز بطريقه مباشره في وجود ايثر، تمام، وبتبقى او المذيبات الهيدروكربونيه، وبتبقى ظروف التفاعل ان هو لازم يبقى فيه ظروف جافه ما يبقاش فيها رطوبه او ميه، تمام، لان هي بتساعد على تكسير النواتج او اللي هي المركبات العضويه الفلزيه زي المثال اللي قدامنا هنا اللي هو التيرشلي بيوتايل كلورايد بيتفاعل مع المغنيسيوم في الايثر، في الدراي ايثر او الايثر الجاف، علشان يديني اللي هو كلوريد ثلوثي البيوتايل المغنيسيوم. طيب التفاعلات ديت من مميزاتها ان هي معظمها طارده للحراره، تمام، فبتحتاج عمليه تبريد، التفاعل بيحتاج عمليه تبريد عشان احافظ على المذيب من عملية التطاير. هي بتعتبر من التفاعلات الغير متجانسة. يعني ايه تفاعلات غير متجانسة؟ بتتم بين حالتين مختلفتين، زي حالة الهاليد الألكايل عندي بيبقى سائل والحالة الصلبة بتبقى للفلز، خلاص. وبناخد بالنا ان التفاعلات في مثل هذه التفاعلات لازم مساحة السطح بتاعة المادة الصلبة تبقى أكبر ما يمكن، فلازم الفلز يبقى في صورة مطحونة كويس، تمام، بحيث ان هو يدي مساحة سطح كبيرة عشان الكلام ده هيأثر على سرعة التفاعل بتاعي. طيب سرعة تفاعل هاليدات الألكايل بتختلف مع المغنيسيوم على حسب نوع الهاليد، تمام، وكمان على حسب نوع مجموعة الألكايل إذا كانت مجموعة ألكايل أو مجموعة أروماتية. في بعض الهاليدات في المركبات ديت ما بتتفاعلش بطريقة مباشرة مع المغنيسيوم، بتحتاج تسخين أو بتحتاج إضافة بعض الحوافز زي اليود، بيستخدم كعامل مساعد على بدء التفاعل. زي ما قلنا طبيعة الهالوجين كمان بتأثر على سرعة التفاعل، فهلاقي إن كلوريدات الألكايل بتبقى بطيئة في التفاعل بتاعها، وبالعكس لما بنوصل لليوديدات بتاعة الألكايل، تمام، او الايودو الكايل بتكون هي الاسرع، ولكن التكلفة بتاعتها في التخليق العضوي بتبقى عالية، ان يودات الالكايل ما بتبقاش شائعة زي الكوريدات، فبتبقى التكلفة بتاعتها عالية. عشان كده لو نلاحظ ان دايما مركبات جرينيارد او كواشف جرينيارد دايما بتتحضر باستخدام اللي هي البروميد، تمام، عشان كده تلاقي سرعة التفاعل بتاعها بتبقى سرعة مقبولة، وكمان نسبة الناتج بتكون عالية بتصل لنسبة 90%. ميكانيكية التفاعل بتتم من خلال تكوين الشقوق الحرة كمركبات وسيطة، وبتتم على خطوتين. الخطوة الأولى اللي هي تفاعل هاليد الألكايل مع المغنيسيوم، بحيث بيرتبط المغنيسيوم مع الهاليد،
وبيكون الشق الحر على مجموعة الألكايل. في الخطوة الثانية بيقوم اللي هو الشق الألكايل، تمام، اللي هو الشق الحر، بمهاجمة حديد المغنيسيوم وبيديني حديد ألكايل المغنيسيوم. خلال التفاعلات ديت بتتم بعض التفاعلات الجانبية، تمام، بسبب النشاط، عشان بتتم من خلال الشقوق الحرة، بسبب النشاط العالي للشقوق الحرة دي، فبيتم بعض التفاعلات الجانبية، تمام، أثناء التفاعل، وبتطلع لي بعض النواتج الأخرى زي الألكان والألكين، بتتم من خلال المعادلات الموضحة قدامنا دي. هنا في التفاعل أول ما بيتفاعل المغنيسيوم مع حديد الألكايل وبيتكون عندي الشق الحر، تمام. الشقوق الحرة بتاعة الألكايل ديت ممكن إن هي بعد كده في التفاعل العادي كانت بتلتحم مع حديد المغنيسيوم، ولكن ممكن إن هي تتفاعل مع بعضها فتديني الألكان، خلاص، اللي فيه عدد، فيه ضعف عدد ذرات الكربون، أو بيحصل عملية اكستشينج أو تبادل لهيدروجين، فبيكون لي الألكين والألكان المقابل، تمام. والنواتج الجانبية ديت بتثبت لي إن الميكانيكية التفاعل إن هي بتسير عن طريق التفاعلات من خلال الشقوق الحرة إن هي صحيحة، أو بيعتبر دليل على صحة الميكانيكية. في التفاعلات ديت بيقول لي هنا إن اختيار المذيب ليه أهمية كبيرة في التفاعل، تمام. اختيار المذيب المناسب عشان أدوب المغنيسيوم أو أساهم في دوبان المغنيسيوم بشكل إن هو يقدر يتفاعل، تمام. وكمان المذيب بيعمل على استقرار النواتج، وبالتالي هيحسن على سرعة التفاعل ونسبة الناتج. طيب لو بصينا للنقطة ديت، لو بصينا للتركيب بتاع كواشف جرينيارد بشكل عام، بلاقي عندي هنا المغنيسيوم عامل ربطتين تساهميتين مع المجموعات الألكايل هنا، تمام، بزوج من الإلكترونات وزوج من الإلكترونات مع الهاليد. فبالتالي المغنيسيوم أو الغلاف الخارجي للمغنيسيوم هنا نصف ممتلئ حوالي 4 إلكترونات، تمام. طيب الكلام ده ما بيخليش المركب مستقر، فهو بيتجه أو مستوى الطاقة الخارجي للمغنيسيوم غير مكتمل، فبالتالي هو بيتوجه إن هو يحاول يشبع مستوى الطاقة الخارجي بتاعه دوت من خلال إن ال خلاص من خلال ان هو في الوضع دوت بيسلك سلوك احماض لويس، اللي هي بتتجه ان هي تشبع نفسها بالالكترونات، تمام، وبتدور على اي لويس بيس في الوسط او قواعد لويس عشان تشبع نفسها من الالكترونات بتاعتها. خلاص بتتمثل قواعد لويس عندي هنا في الايثر او في المذيب الموجود في وسط التفاعل، فبلاقي هنا الادي المغنيسيوم او حديد الكالي المغنيسيوم حوالي 4 الكترونات، وادي عندي جزيء الإيثر عندي أزواج من الزوجين من الإلكترونات الحر على ذرة الأكسجين، تمام. فبالتالي هتعمل كقواعد لويس، هتمنح الأزواج ديت للمغنيسيوم بحيث إن هو يديني شكل بهذا التناسق أو متراكب بهذا التناسق كان مع المذيب، فبالتالي بيساعد على عملية استقرار المغنيسيوم أو بيكمل الغلاف الخارجي للمغنيسيوم بال8 إلكترونات بحيث ان هو يساعده على عملية الاستقرار. فبالتالي المذيبات ديت مهمة في ان هي بتساعد على استقرار النواتج. تحضير مركبات الليثيوم اللي هي رقم 2. مركبات الليثيوم من المركبات المهمة في المركبات العضوية الفلزية. بلاقي هنا أيون الليثيوم بيبقى الحجم بتاعه صغير بالمقارنة بأحجام الفلزات المماثلة ليه في نفس المجموعة، تمام، ودوت بيديله قطبية عالية وبيزيد الصفة التساهمية لأملاح الليثيوم أو مركبات الليثيوم. فبالتالي بلاقي فيه بعض الصفات المميزة لمركبات الليثيوم العضوية، تمام، بتميزها عن بقية المركبات الفلزية الأخرى، فبلاقيها مثلا سهلة التحضير، وإن المركبات دي بيبقى لها فعالية عالية في التفاعلات،
مركبات الألكاين المستخدمة في تحضيرها بتبقى متوفرة الذوبان العالي في المذيبات الهيدروكربونية على خلاف بقية المركبات العضوية الفلزية اللي من نفس المجموعة بتاعة الليثيوم، وسهولة الحصول على النواتج النهائية بقدر عالي من النقاء وعائد مرتفع. تمام، الصفات دي كلها المجتمع فيه مركبات الليثيوم برشحته ان هو يبقى احد الكواشف المهمة في الكيمياء العضوية التخليقية، خلاص في تحضير المركبات عديدة سواء كانت المركبات العضوية الفلزية او المركبات العضوية الاشباه الفلزات، وكمان في تخليق المركبات المختلفة داخل الكيمياء العضوية. ونظرا لفعالية مركبات الليثيوم العضوية العالية، تمام، فبلاقي ان ليه طرق عديدة لتحضيره على حسب المجموعات المرتبطة معاه. فبلاقي مثلا منها الطرق المباشرة، تمام، بيتم من خلال تفاعل الفلز الليثيوم مباشرة مع الكواشف اللي بيتحضر معاها، او الغير مباشرة بتفاعل المركب العضوي الفلزي مع كاشف تاني عشان يحصل تبادل للفلز. من طرق تحضير مركبات الليثيوم او عن طريق تحضير من هاليدات العضوية، بيتم تفاعل هنا فلز الليثيوم مباشرة مع هاليدات العضوية زي ما كان بيتم تحضير مركبات المغنيسيوم، تمام، وبيشترط ان هو يبقى الجو عندي خامل من غاز الارجون او النيتروجين فوق سطح التفاعل، تمام، بيتم التفاعل بمنتهى السهولة، وممكن يستخدم فيها مذيبات خاملة زي البنزين والهكسان، وفي بعض الحالات ممكن تستخدم الإيثارات. من مميزات الطريقة ديت إن جميع الهاليدات العضوية بتتفاعل مع الليثيوم، ولكن هنا بيفضل استخدام الكلوريد أو كلوريدات الألكايل، تمام، عشان كمية اللي هو الباي برودكت أو الناتج المصاحب اللي هو الليثيوم كلوريد المتكون من التفاعل بتكون قليلة نسبيا. ويلاحظ ان تفاعلات الهاليدات الاروماتيه بتبقى ابطا او قليله الفعاليه عن هاليدات الالكايل، ولكنها بتحضر بنفس الطريقه. طيب بالنسبه للمذيب، هنا بيقول لي بعكس مركبات المغنيسيوم على نفس التفاعل، استخدام الايثر هنا كمذيب في الطريقه ديت بيؤدي الى بعض التفاعلات الجانبيه زي ما قلنا بسبب النشاط العالي للمركبات بتاعه الليثيوم، فبالتالي ان هو كمان يقدر يتفاعل مع المذيب الموجود وخصوصا لو كان الايثر. بتتم التفاعلات الجانبيه ديت عن طريق تفاعل الليثيوم مع الايثر وفقا للمعدل اللي قدامنا، فبيحصل تكسير للمركب المتكون وكمان بيكسر الايثر، فبيديني في النهايه الالكين او الايثان من الايثر والليثيوم ايثوكسايد، وكمان بيديني الالكان لمجموعه الالكايل اللي كانت مرتبطه بالليثيوم. التفاعلات الجانبيه ديت ممكن نتغلب عليها او نقللها بالتفاعل في درجات حراره منخفضه اقل من الصفر المئوي. كمان ممكن نستخدم مذيبات تانية إن أمكن، إذا كانت ظروف التفاعل بتسمح، زي المذيبات الأكثر ثباتا زي الهكسان والبنزين أو زيت البارافين اللي هي المذيبات الهيدروكربونية بشكل عام. عشان كده ألاقي إن محاليل مركبات الليثيوم العضوية ما بيتمش تخزينها لفترات طويلة، ولكن بتحضر وتستخدم بسرعة قبل التفاعل المطلوبة ليه. تاني طريقة من تحضير مركبات الليثيوم اللي هو باستبدال ذرة الهيدروجين بفلز الليثيوم. الطريقة ديت بيتم تحضير مركبات الليثيوم العضوية بالتفاعل مع الهيدروكربونات بشكل مباشر، ولكن يشترط انها تحتوي على ذرة هيدروجين الحامضية بتاعتها عالية نسبيا مع بيوتايل الليثيوم. يتم هنا مثلا تفاعل التولوين مع بيوتايل الليثيوم الثانوي عشان يديني الليثيوم او بنزايد الليثيوم، وبيخرج البيوتايل الثانوي كبيوتان. كمان ممكن يتفاعل مع الالكينات، عارفين ان الهيدروجين في الالكينات هنا في الالكينات بيبقى الحامضية بتاعته عالية، فبالتالي ممكن يتفاعل برضه مع بيوتايل الليثيوم ويديني
الليثيوم او مركبات الليثيوم للالكينات. تمام، فاي مركب فيه هيدروجين حامضي بيقدر بيوتال الليثيوم ان هو يتفاعل معاه ويستبدل الهيدروجين بالليثيوم. في الطريقه ديت ممكن يستخدموا بعض متركبات الليثيوم زي المركب اللي قدامنا دوت اللي هو بيسمى ثنائي ايزوبروبايل اميد الليثيوم علشان يستبدل الهيدروجين في المركبات اللي بيبقى فيها الهيدروجين حامضي. الطريقة الثالثة في تحضير مركبات الليثيوم عن طريق التبادل بين الليثيوم والهالايد. الطريقة ديت ليست من الطرق العامة ولكن بتقتصر على بعض مركبات الليثيوم، تمام، اللي بيصعب تحضيرها بالطرق التانية أو الطرق العامة أو الطرق المباشرة. بيتم فيها تفاعل بيوتايل الليثيوم الثالوثي، تمام، مع الألكينز أو حديدات الألكين، فبيتم تبادل الحديد هنا مع الليثيوم بينتج عندي إيه؟ بينتج عندي اللي هو بروميد بيوتايل والبيوتايل الثالوثي. تمام، لو لاحظنا إن التفاعلات ديت عكسية، تمام، بيكون في اتجاه الطردي أكتر كل ما كان مركب الليثيوم الناتج أكثر ثباتا من مركب الليثيوم المتفاعل. بمعنى إن احنا هنا بنستخدم بيوتايل الليثيوم الثالوثي، تمام، لأنه أقل ثباتية من الناتج أو مركب الليثيوم اللي هينتج عندي من التفاعل ده، تمام، فبالتالي مش هيقدر اللي هو بروميد الليثيوم الثالوثي ان هو يتفاعل تاني ويحل محل الليثيوم ويديني النواتج بسهولة، لانه هيديني ناتج اقل استقرارا من الناتج عندي. خلاص، فيبقى هنا من الشروط ديت ان بيوتايل الليثيوم الثالوثي بيتم استخدامه بيبقى افضل من بيوتايل الليثيوم العادي لانه اقل ثباتية منه، وبالتالي هيوجه التفاعل بتاعي في الاتجاه الطردي. الطريقة الرابعة في تحضير مركبات الليثيوم اللي هي باستبدال الليثيوم بفلز آخر أو تفاعلات الاستبدال المعدني. الطريقة دي بتستخدم لتحضير مركبات الليثيوم متوسطة النشاط واللي مش ممكن إن أنا أحضرها من هاليدات الألكايل بشكل مباشر. نعم، ودي تعتبر من الطرق المهمة في طرق اللي هي التحضير الغير مباشرة. بيتم تفاعل مثلا مركب الفلزي المعدني للرصاص مع مركب مع الليثيوم مع فلز الليثيوم، فبيحصل تبادل بين الفلزات، تمام، بيخرج الرصاص وبيتكون اللي هو فينايل الليثيوم، تمام. وكذلك هنا عندي ممكن احضر اللي هو ميثايل الليثيوم اللي هو من المركبات الصعبة في التحضير عن طريق ان انا بفاعل مثلا ايثايل الليثيوم مع ثنائي ميثايل الزئبق عشان يحصل التبادل المعدني ويديني ميثايل الليثيوم وايثايل الزئبق. الطرق ديت بتعتبر من افضل الطرق العملية لان انا ممكن احضر المركبات ديت من املاح الفلزات نفسها، تمام، زي ملح الليثيوم او كلوريدات الليثيوم بيتم تفاعلها مثلا مع المركبات العضويه المعدنيه للالومنيوم عشان تديني مركبات العضويه للليثيوم ويخرج الالومنيوم كلورايد كناتج نهائي. وكذلك التفاعلات عاده بتتم ما بين املاح الليثيوم والمركبات العضويه المعدنيه لبعض الفلزات الاخرى. عندنا بعد كده الرقم 3 اللي هي تحضير مركبات الصوديوم والبوتاسيوم. النوع ده من المركبات العضويه الفلزيه ما بيتمش تحضيره بتفاعل الفلز مع حديد الالكيل بشكل مباشر، والسبب في كده ان المركبات ديت او الكايل الليثيوم او البوتاسيوم بيبقى ناتج كناتج وسطي، تمام، غير مستقر، بيتفاعل بسرعه مع مكونات وسط التفاعل مع المتفاعلات مره تانية وبيديني ناتج نهائي من الألكان في تفاعل معروف باسم تفاعل فورتز. إن أنا عندي هنا أدي ألكايل الهالايد أو بروميد الألكايل مع الصوديوم بيديني الألكايل، ولكن ألكايل الصوديوم ولكن ألكايل الصوديوم هنا بيبقى نشط جدا فبيتفاعل مرة تانية في وسط التفاعل مع
بروميد الألكيل وبيديني الألكان اللي فيه ده في عدد ذرات الكربون، وبيخرج الصوديوم بروميد في النهاية كتفاعل أو مثال على التفاعل. عندي هنا 2 مول من هاليد الألكيل مع 2 ذرات من الصوديوم، فبيديني اللي هو الألكان اللي فيه ده في عدد ذرات الكربون مع 2 مول من بروميد الصوديوم. طيب عشان أحضر ألكيل الصوديوم، تمام، بتتم بواسطة تفاعل استبدال المعدني زي ما شفناها في الليثيوم مع ألكيل الزئبق أو مع كواشف جرينيرد عشان يديني ألكيل الصوديوم المطلوب. يتم هنا تفاعل ألكيل الزئبق مع الصوديوم هيديني ألكيل الصوديوم وبيخرج الزئبق، وكذلك مع المغنيسيوم أو مركبات أو كواشف جرينيرد. رقم 4، تحضير مركبات الرصاص. تحضير مركبات الرصاص العضوية بتتم عن طريق تفاعل، أو المثال اللي عندنا اللي هو تحضير رباعي إيثايل الرصاص، بيتم من تفاعل يوديد الإيثايل مع سبيكة الصوديوم رصاص عشان تعمل تنشيط للرصاص، تمام، عشان يقدر يتفاعل معاه. فبفاعل هنا 4 مول من يوديد الإيثايل مع سبيكة الرصاص عشان يديني رباعي إيثايل الرصاص ويوديد الصوديوم. تحضير مركبات الزئبق. الزئبق يعتبر من الفلزات الخاملة بالنسبة للتفاعلات ديت، ما بيتمش تحضير مركباته بسهولة مع هاليدات الألكيل، بالتفاعل مع هاليدات الألكيل، فبيحتاج لظروف عالية شوية علشان يتم التفاعل بهذا الشكل. ولكن ممكن استخدام تفاعلات بظروف معتدلة شوية ولكن مع هاليدات العضوية النشطة. مش هقدر أحضر منه كل الهاليدات العضوية، ولكن بعض الهاليدات العضوية اللي ليها نشاط عالي فبالتالي تقدر تتفاعل مع الزئبق. فعلى سبيل المثال ممكن تحضير يوديد الليل الزئبق من تفاعل يوديد الليل، تمام، مع الزئبق. فيوديد الليل هنا بيبقى غير مستقر، فسهل ان هو بيبقى نشط شوية فبيقدر يتفاعل مع الزئبق عشان يديني اللي هو يوديد الليل الزئبق اللي هي من المركبات المختلطة. وكذلك ان هو ممكن يتفاعل مع هاليدات الأروماتية النشطة زي خماسي فلورو يوديد البنزين، تمام، عند 300 درجة مئوية، فبيديني اللي هو ثنائي الفينايل للزئبق أو مشتق ثنائي الفينايل للزئبق. كمان ممكن أحضر مركبات الزئبق العضوية من كواشف جرينيرد برضو عن طريق عملية اللي هو التبادل المعدني مع أملاح الزئبق زي تفاعل الكاشف جرينيرد هنا مع كلوريد الزئبق عشان يديني اللي هو ميثايل الزئبق. تحضير مركبات السيليكون. هنا بيتم عن طريق تفاعل السيليكون كفلز مع كلوريد الألكيل بطريقة مباشرة، ولكن في درجات حرارة مرتفعة، وجود النحاس كعامل مساعد بيحفز على التفاعل. ممكن كمان إنها تتحضر عن طريق تفاعل أملاح اللي هي التبادل المعدني بطريقة تفاعل أملاح السيليكون زي كلوريد السيليكون مع كواشف جرينيرد. تحضير مركبات البورون. بيتم تحضير مركبات البورون عن طريق تفاعلات الإضافة للبورين، البورين اللي هو هيدريد البورون اللي هو الرمز بتاعه أو ذرة بورون مرتبطة مع 3 ذرات من الهيدرايد، فبتم تحضيرها عن طريق تفاعلات الإضافة للألكينات أو الألكينات زي الأمثلة اللي قدامنا هنا. بلاقي هنا هيدريد البورون بيبقى موجود في شكل دايمر، تمام، بيتفاعل مع الألكين علشان يديني ثلاثي ألكايل البورون، تمام، أو مع الألكين عشان يديني اللي هو ثلاثي الكين البورون، تمام،
وممكن في بعض التفاعلات إن أنا أدخل كذا مجموعة أو مجموعات مختلفة زي التفاعل اللي قدامنا هنا. لو بصينا على التفاعل ده هلاقي هنا بيفاعلوا الأول مع الألكين، تمام، عشان يديله 2 أو استبدالين، وبتفضل عندي ذرة هيدروجين إضافية. بعد كده في الخطوة التانية من التفاعل هنا بيتم إضافتها على الألكين علشان تديني المركب بهذا الشكل، إن هو فيه مجموعتين ألكيل ومجموعة ألكين غير مشبعة، تمام. بهذه الطريقة ممكن أدخل كذا مجموعة مختلفة على البورون.